صباح الخير سلام، صباح الاستاذ، لاباس عليكم؟ مرحبا بك، بارك الله فيك، ميرسي، قبل علينا، شكرا على التليزير، مرحبا بك، شكرا. الحداويتي يستعد باش ينفذ ضربة جزاء، عطى الحكم الإشارة، الحداويتي يتقدم ويسجل 1-0 لفائدة المنتخب الوطني المغربي، هدف ديال الحداوي. الحداوي حلوة للتيمومي، والتيمومي بيلعبها للحداوي، والحداوي بيشوط كويس، إوا الراجل ده يشوط، ويرجعها ورا للتيمومي. تفضلي. شكرا مصطفى، شكرا على هذه الاستضافه هذه. مرحبا بك، داركم هذه، بارك الله فيك سي مصطفى. انا فيا التحنظيظ، ما عرفتش شنو اخبارك ولا لا. خذي راحتك، خذي راحتك. في خبرك اول انطباع جاني فاش يعني فاش دخلت للدار انني ماشي ما دخلش للدار لاعب كره قدم، دخل دار فنان او شي بانتر. فعلا ان الفن والرياضة متقاربين كثير، وهذا الشيء من الصغر ديالنا، ومن اللي كنا في دور الشباب كانت أنشطة كثيرة، وكنا تنزاولوا لا الرسم ولا كذلك المسرح ولا الرياضة، ومن بعد كان اختيار ديال الرياضة والدراسة، ومن بعد انفردت ومشيت لكرة القدم. ما جابهاش بالقلم يجيبها بالقدم، هذاك هو المسار ديالي. الحمد لله. بزاف غنهضروا على القدم بزاف، ولكن قبل بغيتك تعطيني فكره على بزاف ديال الطابلو انت اللي رسمهم شاريهم. لا دي كادو، كاين دي طابلو اللي كنت رسمهم، اللي كنت في فرنسا، فملي كنت محترف، لان تكون عندك الوقت من بعد التدريب وداك الشيء، تناخذ الوقت ديالي باش هذيك قسط من الراحه، لان بحال تخليني نرتاح بسيكولوجيا وننسى شويه التدريب الشاقه، المباريات اللي غتقرب واللي كانت مهمه جدا، خليك شويه ترتاح من داك يعني من ستريس ولا المباراه ولا بريسيون ديالها وداك الشيء. وهادو دي طابلو، هذا من سويسرا، واحد لو بانتر كبير معروف في سويسرا بزاف، كان هذا ليا، هذاك من الشمال ديالنا العريق، يكون الشاون من لا من من مارتيل، مارتيل عند واحد البانتر اللي هو معروف وصديق حتى هو. هاد واش هدايا ولا انت اللي كتشريهم؟ هذا في اطار الفضول ديالي. لا تنشري تنشري لان تيديروا ثمن، ولكن باش نشجعهم ما يمكنش تبقى تاخذ فابور. فعلا. وانت الطابلو ديالك كنت فين؟ مازال محتفظ بهم؟ كاينين كاينين، خازنهم خازنهم خازنهم، هذوك خليهم دوز واحد 50 عام وديرهم صافي، نخليهم للولاد والاحفاد. واخا سي مصطفى مستعد هذا النهار ندير واحد نرجعوا بالزمن اللور شي شويه، نعاودوا على سي مصطفى الحداوي، نعرفوا الناس على داكشي اللي ما كيعرفوهش عليك. واخا ما كاينش مشكل، الماضي تفيد الحاضر، والحاضر تتوجد به المستقبل. شكرا بزاف، شكرا حبابي. سي مصطفى الحداوي بيان سور، انت تبارك الله المسيره ديالك المهنيه غنيه على التعريف، فالناس اللي كيعشقوا كره القدم كيعرفوا شنو شكون هو سي مصطفى الحداوي، ولكن انا هاد النهار سي مصطفى بغيت نعرف داكشي اللي ما كيعرفوش الناس عليك. انا عارفه ان عندك واحد الباركور متميز، فاجي نبداو بالطفوله، درب السلطان، نبداو باول حاجه يمكن غادي تحيلنا على الطفوله هي درب السلطان. تعاود لنا على الاسره ديالك، على التربيه كيفاش كانت، على هاد الطفوله واش كيفاش كتفكرها دابا؟ كتفكرها بحب ولا شويه كانوا فيها بعض الأشياء اللي؟ لا كانت طفولة سعيدة، أنا تزدت في باش نكون مركز معك والمشاهدين الكرام، تزدت في درب سبليون. قبل ما نكمل سنة تحولنا لدرب الشرفة، درب الشرفة اللي قريبة لمدرسة الجاحظ، اللي كانت واحد التيرة اللي كنا نلعبوا فيها مباراة كرة القدم. من دارة السنين ولات مدرسة وصدقت قريت فيها في الثانوي. قلت سعيد جدا نتذكر هاد الحياه ديالي، الصغار ديالي مع العائله ديالي اللي كانت فيها تتكون من 9 ديال الافراد، اللي فيهم جوج ديال الفتيات اللي صغر مني انايا، انا هو الصغير في الدراري، والاب ديالي الله يرحمه ولا الام ديالي الله يرحمهم بجوج، الاخ نور الدين حتى هو اللي توفى هذه 4 سنوات، اللي كان هو الحريص عليا على الدراسه ديالي، لانه كان متميز في الدراسه ديالو، وكان كلفوا الوالد ديالي بانه ما يتفاكش معايا، ما يتفارقش معايا حتى نقضي المسائل ديالي الدراسيه عاد نقدر نمشي نلعب الكره. وبعض المرات كنت نخرج بلا ما
نتكلم معاه، لان كنت دائما مطلوب من طرف كاع الازقه اللي في الحي ديالنا باش نروحوا الفرق نجم الدروبه ديال الدرب سلطان من ضمن نجوم اخرى اللي كنا نديروا دوريات اللي كنا نلعبوا بها باش يكون تحدي شكون يفوز. وكذلك حتى تلعب 4 ريال 50 سنتيم سالي هما جي جامي بي لان كانوا يخلصوا عليا لان جيتي لا فيديت وداك الشيء من الصعب. باش اكيد عندنا بزاف ديال الذكريات بغينا نتفكروها، ولكن عندي واحد التصويره زوينه بزاف يمكن ديال الاسره، افراد الاسره ديالك، افراد الاسره مع الاب والام الله يرحمهم، وكاين افراد من الزنقه ديالنا راه مصورين تما، هذو اللي كانوا دائما، لان كانت واحد تعايش كبير بين الافراد ديال الحي ديالنا الزنقه ديالنا بالخصوص. كان احترام كبير للناس اللي كبر منا في السن تمشي تسخر ليهم بحال الوالدين ديالك. كنت راسك كنت سير حدا؟ كنت متميز، كنت متميز وكنت كنتقري مزيان في الرياضيات متوسط جدا الى ضعيف متوسط جدا، لان كنت في الادب مزيان، كنت بلا في الفرنساويه لا العربيه، كنت نصوب الانشاء ونصوب ريداكسيون للاخوان ديالي يكونوا واحدين ما تنغشوش، ولكن في واحد الوقت تتمر بهذه الاشياء هذه باش تساهم معهم وتساعدهم، لان كانت فلسفه صعيبه جدا ما كنتش ندخل لها بزاف من بعد هادشي فاش مشيت ليسي، لان جات مع وقت التدريب ديالي مع فريق الرجاء ملي طلعت من فيتيان الفريق الاول. الفريق الاول كان تيدرب، وش خاصه يوم الخميس هو اللي عندنا فيه مباراه تنلعبوها مع الفريق الكبير ديال الرجاء البيضاوي باش تبان باش تاخذ رسميه وتاخذ المكانه ديالك. جاتني مع الفلسفه يا والله يجيب خليتها طبيعه الكره والفلسفه جات صعيبه. من بعد كملت ودوزت الباك ديالي، لان قبل ما ندوز الباك كنت تنمشي ندخل معسكر مع المنتخب ديال الشبان ترجع وتاني. فوقاش السنين اللي التحقتي بها فريق الرجاء بطبيعه الحال؟ في الرجاء يمكن شي 73 ملي كنت صغير بزاف، 8 سنين 8 سنين ما كانش المدرسه بحال دابا، ولكن كانت الاطفال الصغار تيلعبوا. كان واش انت اللي مشيتي ولا هما اللي قلبوا عليك كما كنقولوا؟ كان واحد السيد سميتو دريس مرحوم اللي دابا هو دائما تيعمل مع فريق الرجاء البيضاوي، هو السي البودالي، ولكن مرحوم ولي داني الرجاء. احنا انا وعبد الرحيم حمراوي كان جمال فتحي هرس الله يرحمه وحسن كنا مشينا ودرنا مباراه حبيه ضد الصغار ديال فريق الرجاء البيضاوي. وتما اختارونا انا وعبد الرحيم حمراوي والتحقنا بفريق الرجاء من الصغر ودرجنا بالف. وبصراحه انت الحب ولا الولاء ديالك في الصغار واش كان للرجاء ولا للوداد؟ لا انا كنت دائما رجاوي، عندي اخ ديالي كبير ودادي كان تيديني نشوف عندكم الدار كاين هذا؟ لا كاين الاخ الكبير فينا ودادي وكان هو تيديني نشوف مباريات الوداد قبل ما يكبر، وكان باغي يجرك الوداد كان. ولكن كاين اتجاه اخر، كاين الاخ اللي كيصغر منه هو شويه اللي هو رجاوي، عندنا واحد اخر رجاوي قلنا يمكن تعادل في كاين تعادل في الدار تعادل في الدار تعادل في الدار. من تشهرت ولات سميه قال لها راه تيدرك راه ودادي وكان هذا، لكن لا انا رجاوي من ديما 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 رجا ديما ديما رجا. بصح بصح كتامل بان مثلا انت اللاعب ديال الرجاء سابقا، واش مثلا كان الوداد في واحد المرحله عرض عليك مثلا تلعب عنده فعلا؟ واش كان زعما تقدر تقول لا فقط اونتخ بارونتيز على حيت الولاء كرة القدم ربما ما فيهاش؟ فعلا كان سي مكوار الله يرحمه رئيس الوداد السابق اللي من ضمن المسيرين الكبار اللي دازوا ماشي في الوداد في المغرب، وكان سفير ديال المملكه ديالنا في امستردام في هولندا. كان رسل لي يوم مشيت لعندو بغى باش نلتحق بفريق الرجاء الوداد البيضاوي، وكانت لاعبين دوليين سابقين اللي في الوداد اللي كانوا معايا في المنتخب هما اللي كانوا تدخلوا باش هذا، ومشيت لعندو ولكن قلت ليه ما يمكنش نغير تيرانات بجوج قراب ما نقدرش نخرج من هذا وندخل في هذا لان ملاصقين. بيني بينك واش ما خفتيش من الجمهور فقط ولا لا؟ لا ماشي تما حيت الجمهور الدراجه معروف انه في هذه المسائل لا ما لان بعض لا بزاف اللاعبين غيروا الوجهه، وكاين اللي كان في الوداد جا عندنا الرجاء منذ سنين، ولكن كل واحد كيفاش المسار ديالو الرياضي. انا ما قدرتش، وكان عندي تا اتصال مع فريق الجيش الملكي من قبل وكانوا دعاوني واحد المباراه باش نلعب فيها، ويمكن تما تكون بدايه باش نغير الوجهه ديالي من الرجاء، لان هذيك الساعه بديت خديت
تشهرت وهذاك المسائل، ولكن ديما الراس بقى صغير. كانوا يلعبوا مع الانتر دو ميلون، هي مات الانتر كانت فرقه كبيره، ومشيت ودرت راسي معاد، قلت لهم راه عندي واحد كونتراكتور في الفخيد ديالي وداكشي، كانت السفاريه ولي انسيستي فولي باش نمشي نلعب في ليفار. خرجت راسي بان معاد ما نلعبش الا نصدق مبين ولا شي حاجه وهذا، لان كنت رجاوي، بغيت نبقى في الرجا، وجي في واحد درت واحد البروغرام ديالي، واحد الحياه ديالي درت لها واحد التدقيق، بان بديت صغير خططت مزيان، قلت نلعب في منتخب الفتيان الشبان الاولمبي فريق كبير بحال في الرجا، من الشهاده وطلعت هذا قال لي الاحتراف، والاحتراف خصك دير دي ساكريفيس. حنا من قبل فريق رجاء البيضاوي راه كان التدريب ديالنا ب 12 جوج غير كافيه، ماشي كافيه بزاف، بالليل تنمشي نتريني حدا لارميطاج بوحدك، تنتريني بوحدي، بعض المرات تنجي من درب الشرفه تنمشي تسيدي عبد الرحمن تنمشي نجري ونجي وهذا وهذا، وتنزيد ديك الساعه ما كاينش الماده باش تقيد في لاصال، ساعات لاصال كانوا قلال، ما تدير داكشي ناتورال، كنا ديك الجرده كاع قشطرنا هذه الباشكو تجروا عندنا الدورات، هذيك الدوره كانت تجروا عندنا مساك ديك السايبول كازون، ولكن تنوقفوا بحال تنديروا ان بوز باش دير لي زابدومينو، لان ما كاينش شي بلاصه ديرها في التروطوار ديرها في الشانطي، ما عندك هذيك البلاصه اللي كانت شويه فيها الكازون وداكشي، هادشي كله باش تخدم على راسك باش تكون في المستوى. بيان سور داكشي اللي باش يمكن هي الاراده وهي اللي كتوصل. لا زاكي براسو ملي كنا نترينيو تيبقى يتلاح وينوض ويتلاح، والبنت سالي ما يقدرش قاعد يتمشى. تيمومي باغي البياز لا عندي واحد التصويره زوينه سي مصطفى الحداوي، هذا يعني صوره من تدريب فريق الرجاء البيضاوي، هذا الفريق الاول ياك؟ الفريق الاول تبارك الله، التيران شحال عمر الحجر، شوف شحال ديال الحجر راه تما، راه كاين دولمي، كاين محمد فاخر اللي كان يلعب معايا، مخلص نجيب، بقار الله يرحمه، اللعابه كلهم العربي ديال الرجاء، يعني الاسماء الكبيره، الاسماء الكبيره داز فريق الرجاء البيضاوي، راه في الملعب هذاك ديال الرجاء اللي كان غير الحمري وفيه الحجر، وهذه كما قلت لك قبيله ربي 12 جوج تداريب، لان من بعد كان عندنا مع العلاقات اللي كانت عند المسيرين الكبار ديالنا، بعض المرات يمكن اللاعب ما يطلبش توقيع الامضاء ديك لابريم سيناتور بلا ما تيطلبها، تيطلب يخدم او سي جامي توعات، لان ما كانت تغطيه صحيه ما كان والو، تتشوف بان تشوازي تخدم لا توعدتي ديفينيتيفمون تبقاش تقدر تلعب كره، تكون في ستيب واحد شي حرفه ولا شي حاجه اللي وقعت لي، شحال واحد وقعت لي خدا داك الجانب عطى بريم سيناتور بلا ما يطلب الخدمه، من بعد تيتوعد ما تيلقاش خدمه، سي ديفيسيل ماشي ما يبقاوش يدوها فيه، لان كاين ما يدوهاش فيه نيت، يمكن كاينين وحدين اخرين خداو البلاصه، هو سي ترو طار باسكو لا بغي دلاج ولا اي بو دو ريان بلي دوني او كلوب. وحنا كنا خدمنا واحد المنصب ديالك، كنت خدام في بيرو دوردر ديك الساعه، لان عندي النيفو باك ماشي تمساح دير هذه، وماشي عيب، لان كل واحد على حسب نيفو، ولا كنتي تكتب تعرف تكتب، ما كنتيش تكتب ما عرفتيش تقرا ولا دير شي حاجه عادي هادشي. واخا عندي بزاف ديال الصور تبارك الله، عندك واحد المكان كبير وعامر بالصور، ولكن انا حاولت نختار زعما الصور المهمه. هاد الصوره هادي شنو تقول لنا عليها؟ توجور فريق الرجاء. هادي صوره من فيتيان ديال الرجاء البيضاوي قبل ما نلتحق بالفريق الاول. الفريق الاول تحقتي له في اناسين تقريبا 18 سنه 17 سنه، بين 17 تنلعب والرجال مع هذا، لان كانت مجموعه كثيره ولاعيبه كبار، فداك الساعه صعيب حقيقه كان واحد يلتحق بالفريق. صعيب باش تلعب في الفريق الاول خاصك ماشي تنوض بكري كما تيقولوا، خاصك تكون سيدي ومولاي، سيدي مولاي وتكون عندك فون فورس دو كاركتر. فمواجهت جيتي توجور زعما جافي مو مواديغ في ما دزت انا اي بلاصه، جي مو مواديغ جي فورس دو كاركتير اكسيبسيونيل، المونطال ديالي انايا اللي خلاني باش ندير مسار ديالي الرياضي ولا في القرايه اي حاجه جو ما بوز. شنو هي نقطة القوة اللي قلت لك نقطة القوة ديالك السي مصطفى كلاعب؟ نقطة القوة ديالي ملي كنت نلعب فيزيكمون كنت مزيان، دي فراب دو بال كنت مزيان، لي باس ديسيزيف زعما داك اللي تيلعب قدامي تيتبرع، لان تنبقى نعطيه ماركي حتى لشي نهار، لان الفرق كاع اللي لعبت معاهم وهذا الشيء راه بلي ستاتيستيك موجودين تقريبا 15 عام 10 سنين في الاحتراف في فرنسا، عامين في سويسرا، هنا في الرجاء كاع داك المهاجمين اللي قدامي تيسالي مازال هنا في المغرب شويه، اما فرنسا 20 23 بيت
تيماركي في لا سيزون. هادي يمكن واحد اليومين سمعت التصريح ديال رونالدو قال ماشي ضروري نكون انا والزملاء ديالي كنتعشاو ولا كنصاحبين ولا كنتباغاو خارج التيران، كاين اللي مهم ان احنا في التيران نكونوا صحاب. نفس السؤال غادي نقلبو لك وغادي نسولك، واش السي مصطفى اللاعبين اللي كانوا متالقين داك الساعه فريق الرجاء واش كنتوا صحاب وحباب حتى خارج الملعب، ولا داك المنافسه ولا التنافس ولا الغيره بعض المرات كانت حاضره في يعني في شويه كعف؟ لا من كاين عندك واحد تقارب كثير مع بعض اللاعبين تكون تقرب منهم كثير، وكاين كاين اخوان اللي تيكونوا في اتجاه اخر وما تتعاملش معاهم كهذوك اللاعبين الاخرين. واحد لانيكدوت وقعت لي انايا في الديربي كان مع نيس، مع كان نيس تقولي كلاسيكو بحال نقولوا الجيش مع 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 الرجاء، وخا المدينه تبعات تسمى كلاسيكو لان تكون فيه لا فيغفور تكون الضغط وداك الشيء. وانايا جيت كنت لاعب ومكان شويه الشتاء، وهذاك اللي لعب كوتي دروا ديالي تيلعب معايا واحد سميتو جون فيليب، سميتو جون فيليب تنمشي لعندو تيضربها طويله، وانا اللاعب ديالي ويعطيونا سيمو المونور دو جو، انا سي دوا فيغ جوي ليكيب. ضربتي طويله شنو ندير انا؟ انا مشي لا سي بور فيغ جوي ليكيب، هذا انا هو زعما المونور دو جو الميسترو د الفرقه، وهذا تيضرب يضرب واحد الوقت قلت لي ما تفيكو انا، قال لي العب سالا غاب ولا ما الا وزين بارلي كوم سا. انا ملي شفت هكاك ما بقيتش قدرت نلعب كره، ورغم ان ضبطت نفسي وداك الشيء جيب ديما ما ضربتيش بشي راس بحال اللي دار زيدان؟ ما درتش ليه هذاك حتى دخل الفيستير وادبته مزيان حيت صباط لان كان سارق في المزلق، وقفته شديته من عنقه خرجت ليه عينيه مزيان قلت لي تي فو مدير باردون، ولا ما بقات لا كره انا وياك اليوم غادي تخص شي واحد تاكل واحد القتله د العصا قايد لا ما تيبوس ديالهم موس. قلت لي شوف ميم تكون منيرفي، قلت لها انا شو باش تعرفي انسان في واحد الوقت هو، قال لي لا راه لا بريسيون كلاسيكو مشيتي حتى تقول لي سالارا وتقول لي هادي شو الانسان دابا تيلمون كيلي بريبار سون ترافاي هو خدام الى بيردو لي نير و يبارل بحال لو ماتش الا امبورتي باش يهضر مع الكويكيبي ديالو، مع الساك دابا اللي ولا داكشي لونجو ولات الفلوس ولا كل واحد تيجر راسو ما بقاوش دوك المبادئ كثيره ديال هذا سي سيدي. قلت لي دابا طلختي ولا ما طلختي؟ قال لك باردون. لا لا دو باردون، عرض عليا العشاء و ما سي سيتي ان بوتي جوار، لان كان جوار مويان تيجي يلعب اللور وكاينه اما تتكون واحد لا جالوزي غراتويت، كانت كل فرقه عندها الحق في اجنبي في 88 ولات كل فرقه عندها حق في دو اجنبيين اثنين جوج، ولكن ملي تجي راك تي بي ميو كو لي زوطخ لو جوار لوكال وخاصك تكون لو ميور، ماشي بحال دابا تلقى اجنبي بارك في بونتوش مرياح مخلص ولا المارشي ليبر. حنا ديك الوقت تي بابا ديك الساعه كانت فعلا راه الا ما كانتش عندك ما كنتيش لعاب كبير لعاب هذا تي فافيغ لا ديفيرونس ما غايجيبوكش ما يديروا بيك هما في ذاك الوقت سي بوغ فيغ افونسي الفوتبول ديالهم تيجيبوا سميات كي فون يزيدوا معاهم ذوك اللعابه ويزيدوا بهم ويعطوا الفرجه ويفون لا ديفيرونس وداك الشيء. الاحتراف ماشي سهل. سي مصطفى غادي نرجعك للمكسيكو 86، هاد التصويره هذه من الطياره هذيك في الطائره غير الاسماء الكبيره قدامنا تبارك الله النجوم دول مي كاين تيمو مي خيري الغريسي حميد عبد ربي تيبان في ديك الصوره زاكي منتخب اللي كان بدا تيتبنى من اللي تقسم منتخب المغرب مع الكاميرون في قنيطره في 82 تبنى الفريق بشويه بشويه تبنى كان معنا مدرب كان جا السي العماري الله يرحمه من تيوجد الفرقه، ومن بعد جا واحد بريزيلي سميتو فالونتي هذاك بدا معنا تاهلنا دينا لي جوز اللي جو لعب البحر الابيض المتوسط في الدار البيضاء كديت فيها انا احسن لعاب واحسن هداف. من بعد مشينا الالعاب الاولمبيه في لوس انجلوس 84، من بعد جافارية لعبنا نصف النهائي ديال كاس افريقيا في 86، نصف النهائي ديال كاس العالم كاس افريقيا ديال 88، مشينا لاكوب دي موند 86، صافي كل هاد الجينيراسيون لعبت 8 سنين بيناتها. واخا سي مصطفى غنهضروا نرجعوا لهذا الموضوع هذا، ولكن بغيتك تعاود لي على مكسيكو 86، عاود لي على بغيتك تعاود لي على شي اثرار شي حوايج كانت يعني واش كنتم متوقعين انكم غادي تدوزوا ل لكن كما قلت لك هذيك الفرقه اللي كانت عندنا وصلت للاوج ديال العطاء ديالها
وكنت حتى مره كان سيدنا الله يرحمه حسن الثاني تيتصل تيضرب كل شخصيا ومع الافراد كلهم ديال الطاقم. كيدير معكم انت كيدير وهذا وداك الماتش راه ما كنتيش مزيان وهذا ومن هنا تيعطيك لي ديتاي كلهم وهذا ها كيتلعبوا ها كيديروا هذيك في المنتخب علاش تيعتمد الا كان التشجيع ديال سيدنا نصر الله محمد السادس مع الامير مولاي رشيد كانوا تيجوا عندنا شجعونا تيجوا للملعب يتفرجوا في مباريات تيبركوا في البونتوش حدانا عارفين اللي غنربحوا هذيك الثقه اللي كانت تجي من التشجيع ديال هذا تتقول ما خصنيش نحشم بسيدنا ولا الامراء ولا فين واقفين فين جايين تيشجعوا ساتوبوس كما تنقولوا تتشحنك بزاف الوغ تنتهي تدير كما تنقولوا السبوعات يكونوا في الوقت ديالهم كيخرج داك السبع. بالنسبه لعاود ملي نرجع لك واحد النقطه مهمه اللي زادتنا شويه شجعتنا باش نكونوا الوسود ديال بصح هو ان كان المجموعه ديالنا كانت تسمى مجموعه الموت لان اصعب مجموعه اللي كانت في هذاك في انجلترا والبرتغال وبولونيا ولا شديناهم بثلاثه وتشوف اللعابه اللي كانوا فيهم كل واحد فين تيلعب بحال دابا تقول لي هذا تنهضر على رونالدو ولا ميسي هذوك اللعابه اللي تما كان هذاك بونياك تيلعب مع بلاتيني في جيفونتيس ديال بولونيا الجول ديالهم ملي نازيك تيحبس في بورتو في بنفيكا عندهم عشرات كلهم في الفرق الكبار دلورا البرتغال باولو فيوتري كان اتلتيكو مدريد حسن هدا كان واحد عندهم غوميز تيلعب في بنفيكا ميور بيتور ديال الاوروب كلها في هذيك الوقت ماركي مع شي 100 بيتا في 40 ولا 50 ماتش لانجلتير فرقه كلها السميات اللي راه معروفين احسن فرقه دازت راه هي هذيك ديالهم تقريبا السميات الكبار حنا ملي جينا لهذاك واحد لا ريسبسيون دارت تديرها لا فيفا على دوك كل جروب تيدير لهم هذا واحد الحفله زوينه حنا لابسين دوك لي سيرفيت عندنا حمرين فيهم الخضر ما لابسينش كوستيمات وهذه هما لابسين هذوك كانت الصحافه كثيره حنا تنشوفو تيمشيو عند داك لينيكر نمره 10 ديال الانجليز كيلعب في برشلونه تيديرو مع استجابه لان كان هداف كبير تيمشي عندك بوليو فيتري تيلعب في اتلتيكو مدريد تيمشيو عندك بونياك تيلعب جيفونتيس مع بلاتيني انت واحد حنا والو ما تسوقوش لينا تتقول بحال هذوك مساكن تيدير ستوب حتى واحد ما تيوقف لا واقفين تنقول او كيفاش هادو وحنا قلنا شو دابا هادوك نراجعوا نفسنا الاولاد هادوك علاش ولاو نراجعوا نفسنا هادوك كيخدموا على راسهم هادوك راه هما محترفين قبل تيلعبوا في فرق كبار وحنا دابا خصنا اذا بغينا نديرو هكا خصنا نقلبوا الصفحه راه كانت يصحابونا غنكونوا لتحت هنا غنقلبوا عليه غنقلبوا حنايا فعلا فعلا داكشي اللي وقع لان حتى فيزافي ديال الهضره ديالنا ولا وسميتونا مي با فروزيون كيما قلت لك في المكسيك كل مره تيتصل الراحل حسن ثاني ويهضر مع الواحد ملي تتربح تتلعب انا لعبت المباراه ديال المانيا تقريبا كنت انا ميور جوار في هذاك الماتش فعلا على حساب الهضره ديالو انا ملي اتصل تيهضر قال لي كنتي بسبع من معنى الكلمه انا فخور بك وهذا هذه سيدنا الله يرحمه انا جو مسونتي تبارك اللي قال لي راه حط لا كوب دي موند انا ما عندي ما ندير بها هذاك الشيء اللي ومن بعد شاك كل واحد الله يخليك السي مصطفى بغيت نرجع معاك لذاك اللحظه فين صافي صفر الحكم سالات المباراه المنتخب المغربي تقطع بورتون كان كل شيء كيامل ان احنا نغلبوا المانيا واخا المانيا كانت فرقه صعيبه عطيني الاحساس ولا الشعور ديالك ذاك الساعه شفناكم كتبكيو شفناكم كدوروا كتحيوا الجمهور تعاسه كبيره وحزن كبير لان بحال هذوك المباريات تبغي تربح تخسرهم في لو طون دو جو اللي قبل ما يوصل لنا في هذيك اللحظه واللحظه ديال عدم الانضباط والتركيز خطا بسيط في الحائط اللي كان دار تغيير في اخر ميم با ثانيه النصف الثانيه بان بوحيه ولا مع تحسين ملي خرج هو داك ماتيوس اللي انا معروف القذفات ديالو ضربها في الجهه الاخرى اللي ماشي في الجهه اللي فيها الزاكي حزننا كثير لان تتبقى فيك الشمتة تقول كنا ندوزو مصطفى بغيت نهضر معك دابا على واحد النقطة مهمة بزاف وهي يعني المنتخب المغربي في كأس العالم 94 تما وقعت واحد يعني واحد نقول لك واحد خسارة كبيرة واحد كما كنقولوا صدمة
فالناس داك المنتخب 86 كانوا يمكن املين ان نفس الانجاز يقدر يتكرر في 94 ثلاثه الخسارات، يعني كانت مشاركه كارثيه اللي بغينا نقولوا. بس مصطفى انت كنت حاضر، كنت حاضر شاهد على العصريه، كنت شاهد على هذا، كنت عميد الفريق، كان عندنا استعدادات وتربص في كندا قبل ما نمشيو لامريكا. لعبنا مع لامباك دو مونريال، لعبنا مع المنتخب ديال كندا، وقع لنا مشاكل تمايا مع المغاربه اللي ما، لان في المقابله الثانيه ما لعبناش مع الفريق اللي غيكون رسمي، لعبوا اللاعبين سي بليند الله يرحمه المدرب، لعب لاعبين اللي ما كانوش رسميين ونهزموا مع فريق ديال لامباك دو مونريال. وعلاش؟ شنو السبب؟ واش وقع يعني الدخل ما هو شخصي فيما هو عملي؟ دخلوا هو ماشي دخلوا غير الجمهور، هودوا بداو يسبوا، وقفوا قدام الكار، ناد صداع، شتموا اللعابه، كاين اللي بصق عليهم، وشي واحد في الدراري ضرب شي واحد فيهم، ولات مشاكل. عاد من بعد جاو الامن، جاو هذا، وجاو هذوك تيعتذروا، دوك المغاربه اللي داروا داك الشيء، لان كان ما كانش عليهم يديروا كاع دوك الحوايج، ما كاينه كاميرات كانوا في داك الملعب فين لعبنا، كلشي مسجل، والامن شافوا المسائل كيفاش جات، شكون اللي قام بهذاك الاشياء، عاد ولا تيطلب المعذره داك المجموعه اللي دارت هذيك الاشياء. ومن غير هذا الشيء كان عندنا واحد المنتخب اللي كان منتخب اللي كان خصو يمشي بعيد، ولكن المدرب ما كانش هو اللي تيقرر، الله يرحمه سي عبد الله بليندا، لان ما كانش هكاك داك المنتخب في الاوينه وكاس العالم، كانت اشياء اللي هي ما كانتش، كانت تدخلات من طرف بعض المسؤولين، على كل واحد يتكلم معاه باش يدخل لي لاعب من الفريق ديالو. وكانت بين هاد الناس هادو تحدي اللي كان سلبي للمنتخب المغربي، رغم ان سي مصطفى انت لعبتي الماتش الاول؟ لعبت الماتش، لان كنت موعد في كندا، وكنت ندير الترويض وندير بزاف، لعبت المباراه الاولى وخرجت باقا ربع ساعه، ما قدرتش نبقى نتمشى لان كندير لي زانجيكسيون وداك الشيء في زادكتور ديالي مع السيد الزاز الكينيزي ثيرابيوت ديالنا. مي كنت وراء هذا، وناد صداع فيستيار في مقابله ديال السعوديه، ما بغاوش يلبسوا اللاعبين الناس، بليندا غير المجموعه اللي كانت غتلعب، كنت غنلعب فيها انا رغم ان موعد اخر لحظه غير اسمه، وانا معك تموعت، قلت بلا ما نوض صداع وكل المشاكل، بررت اللعابه هذا منتخب ما بغاوش يلبسوا كاع، ما كانوش غير باغيين يلبسوا، ما بغاوش يلبسوا اللعابه، لان غير دوك اللي خصهم يلعبوا خصهم، هذا تم تغيير ودار شي وحدين اللي ما كانوش غادي يبداو المباريات. داك الشيء علاش دخلوا دايخين، لعبنا مع السعوديه زربوا علينا، الفرقه ما كانتش في المستوى. عاد تيبقى المقابله الاخيره ضد هولندا، لعبنا مزيان رغم الهزام 2-1، لعبوا الدراري مزيان، لان المباراه الثالثه لعب العلاوي حبس، العلاوي كان حبس لان عزمي ما مشى، لعب اللعابه اللي ما لعبوش باش يشاركوا، سيتي فيني ما غاديش دوز، خاسر جوج ماتشات لهذا. ولكن قلت لك للاسف كانت من احسن الفرق، من احسن المنتخبات اللي كانت خصها تكون، لكن يمكن سوء التدبير وتدبير ما عطاهاش داك الشيء، ما خلاوش، استعدادات كانت مكرفصه، رغم ان السي بن الشيخ هو اللي كان معنا بريباراتور فيزيك، اللي كان مع ويطا وكان هذا، عنده خبره في هذا المجال هذا. للاسف كما قلت تدخلات ديال بعض المسيرين، الوضعيه اللي كانت ديال سي عبد الله بليندا ماشي حرج بعض الاخوان، كان هو يا شخصيه في المستوى الكبير اللعاب. واحد السؤال ضروري غادي نطرحه، اكيد الناس اللي كيبغيو كره القدم في المغرب كلهم غادي يطرحوها، هو شنو المشكله ديالنا مع المنتخب الوطني؟ منتخب حنا كنقولوا دائما ان عندنا لعابه تكنيكمون مزيانين محترفين فرق كبرى، ماديا ربما اكثر رياضه كت كما كنقولوا كيكبوا فيها يعني الامكانيات هي كره القدم، ولكن مع الاسف دائما الجمهور كيصطدم بنتائج سلبيه، شنو فين الخلل؟ الخلل غادي نشوفه انا ونلخصه في نقطه واحده، هو ان خص الناحيه التقنيه والتدبير والتسيير التقني يبقى للتقنيين ويكونوا اكفاء وعندهم درايه باشياء كبيره في كره القدم، خاصه القاره اللي تلعبوا فيها حنايا الافريقيه. وكذلك ما خصهاش تكون لا كارت بلونش للمدرب يعمل ما بغى، الناخب الوطني خص تكون معاه واحد المجموعه، ويكون تدخل ديال الاداره التقنيه، يكون تدخل ديال الرئيس، يكون تقريرات مباراه مع مباراه، تكون تربصات كثيره، رغم انه ملي تيكون تاريخ الفيفا عاد اللعابه المحترفين يقدروا يجيو، حنا ما غنتظروش دوك اللعابه المحترفين عاد يجيو،
النادي واللاعب المحلي نديروا تربصات ونبقاو دائما في عمل مستمر. هاد الاشياء ما تكون اجتماعات بين المدرب الناخب الوطني والمدربين ديال الفرق، هادشي من عدم ما مر كان اتصال. اللعابه ملي تيجيو تيكونوا سماسيره تيدخلوا في هادشي. كاين بعض اللاعبين تيقول لك لا تتعيط على الخروج، هادشي راه عشناه في هاد المنتخبات كاع اللي دازوا الاخيره. سافو دير كو لي زونجو تدخلات كثيره، وكذلك بعض الصحفيين تم تكون عندهم التدخل في بعض الاشياء مع المدرب الا كان صديق ديالهم، وهذا هذه اشياء يعني محسوبيه كاينه حتى في داخل رقعه الملعب. داك الشيء علاش النتائج ما تتكونش تكون صراعات، واللعابه تيحسوا بهذ الحوايج وتيبداو شي يعطيو الماكسيموم. ولكن سي مصطفى وقع يعني تبدل الناخب الوطني، يمكن حنا منتخب عندنا الرياده في تغيير الناخب الوطني تبارك الله كل فتره وجه جديد، والمشكله كنوعوا ناخب وطني يعني مغربي ثم ناخب وطني اجنبي يعني، ولكن حتى سا مارش با تولي فما تولي فما يمكن ديك التركيبه مازال ما تولي فما جاتش. قلت لك انا المسيرين خاصهم يبقوا في المكان ديالو. ملي تيجي شي مدرب داروا معاه الناس خاص تقارير يوميه، لانه تيتقاضى واحد راتب شهري مهم خصو يبقى خدام. قول لي انا دابا بحال ملي كان فاخير وملي كان زاكي شحال ديال التجمعات تكون؟ ثلاث ايام في الشهر، فاخير تروا جور بار موا، تيمشي هو قبل من اللاعبين يبارك يومين تيجيو اللعابه تستقبلهم تيدوزو ثلاث ايام خمس ايام، واش هي كافيه يدرب؟ رغم ان تيقول لك الفراق ما تبغى تعطي اللعابه ديالهم ما تعطيش المنتخب الوطني اولى من الفراق. سي مصطفى نسولك واحد السؤال وإلا قدرتي تجاوب عليه بطبيعه الحال بحكم الدبلوماسيه اللي كنعرفوا عليك سي مصطفى، إلا سولتك ما بين الطاوسي سي الطاوسي مع حد الالقاب والسي الزاكي، شكون في نظرك المدرب الاصلح للمنتخب الوطني؟ لا بالنسبه لي انايا إلا خدموا بجوج ما بجوج ما يعني التجربه ما نجحتش، يخدموا بجوجهم ونزيدوا معاهم شي واحد اخر زيدوا حجيهم اللي يساعدهم وداك الشيء. لا مدربين اكفاء غير بعض المرات يمكن حتى الوقت اللي تيجيو فيها، بحال ملي كان الطاوسي كان معاه ناس اخرين اعضاء جامعيين اللي ماشي في المستوى، هما اللي خرجوا عليه، هما اللي بداو في واحد المسار اللي ما خلاوش يخدم الخدمه اللي كان تيدير اللي دار مع المغرب فاسي اللي هي تقنيه هو تيعرفها، والناس اللي معاه اللي جاوره ماشي عضو جامعي بدا يسيروا ولا ما تجيبش هذا ما تعيطش لهذا باسكو هذاك عنده حساسيات الى بيغدي في هذه النقطه. شخصيه المدرب الى يعني ناخب وطني خص يكون يعني بيديه الامور. الشخصيه ما تتشراش، بعض المرات في الضعف ديال الانسان في واحد الوقت اللي هو باغي يخدم باغي ياخذ واحد المكانه باغي يدرب المنتخب الكبير، هذا راه شرف كبير جدا. انا قريت البارح في هذيك الثروه السوسوسه قريت دايرين الحداوي يتصلوا بعض الاعضاء الجامعيين واتصل بناصر لارقيت باش يخدم في المنتخب المغربي داير، وانا نعيط لواحد الصديق ديالي خدام فيها يعني معاهم كثير شفت هذاك كاتبينا بان راه بغيت انا وتنتصل وهذه، قلت لي هذاك السيد اللي كتب كان يتصل بي باش نكونفيرمي ليه، نقول لي ايه رانا اتصلت وباغي نخدم وينو البروبليم؟ جي مي ديبلوم ديتا دوزت فرنسا ملي كنت نلعب عندي ديبلوم دربت لعبت فونيفو احترفت درت هذا سي جي بو ابورتي كيك شوز علاش لا؟ حلا تتكون مفتوحه على المسائل تمشي تحط كونديدا ديال اسكو جي بو ترافي كاين شي بوست، وانا خدام ديجا في الاداره التقنيه مسؤول على الكره الشاطئيه ومسؤول على تكوين المدربين فيها لانني انا محاضر في الفيفا في الكره الشاطئيه. شاد المنتخب المحلي قال لك رانا اتصلت بالسي ناصر لارقيت وبعض المسؤولين، قلت لي السي ناصر لارقيت انا ملي كان يتكلم معايا السي القجع في الاول قبل ما يجيب حتى شي واحد قال لي مصطفى شنو الراي ديالك؟ قلت له جيب ناصر لارقيت كمدير تقني ودير معاه مسيو مورنو يكمل المهمه ديالو واحد العامين، لان التكوين ديال المدربين دابا اللي كاين كاين غادي في مستوى عالي، الناس اللي خدامين تمرسوا عليه ولاو عندنا ليسونس دي سي ال بي ال ا، والناس غادا ولات حنا الدبلوم ديال المغاربه خدها الاتحاد الافريقي لكره القدم كمثال، بوكوا نديروا هذه القطيعه ونبقاو نسمعوا لواحد لا حقا ما دار والو هذا ما دار والو. قلت لي راه سي كوم سا العمل، الا مشيت انا قلت له عيب، وقلت لي ودايره بحال مخبي لنا سان سكوب او واحد
سي كوم سا خدت الجرأة. دابا بغيتك تكونفيرمي لي هذا بيان سيغ بيان سيغ. اتصلتي وطلبتي انك لا ماشي ماشي اتصل ليجيتيم دابا مشروع لان كاين هذا جي 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 دوموندي جي جي دوموندي باسكو مون دوموندي تيستاشرو معايا تيديرو هادي جي دوموندي عيطت انايا نخدم مع المنتخب وشرف ليا اكيد. شكون هو اللي لعب في المنتخب من 82 حتى ل 94 هذا اللي غادي ينوض يقول لي لا ما عندكش الحق. وكنتي اول لاعب اللي حضر في جوج كؤوس العالم ديال 86 فعلا الحمد لله هذا شرف كبير شرف كبير و كما قلت جو سوي فيغ دافوغ بورتي هذا المايو هذا سيرتو سي مصطفى اسمح لي باش نقول للناس اللي ما كيعرفوش انك حتى فيلم انا قلتها لك من الاول انت مجتهد الحمد لله فماشي غير حيت يعني دزتي فرق كبيره ولا لعبتي للمنتخب حبستي لا درتي تكوين اكاديمي يعني فانت عندك دبلومات في مجال التدريب وما الى ذلك ونشيط ايضا حتى في العمل الجمعوي فانا قلت لك انت نمله شغاله مجتهد تبارك الله عليك. نرجع لهادي انا لعبت الكره في اونيفو تكونت اونيفو ملي جيت انا عاود درت اشياء دخلت دابا محاضر في الفيفا تنجتهد في الحوايج بور لو بيان ديال البي ديالنا تتلقى سميتينا في فيفا في داك الكتاب تيصيفطو كل عام الحمد لله مصطفى ولا هذا ولا فلان فلان كاين واحد الاخوان معنا المغاربه سين فيرتي لينا حنا الوجود ديالنا والريبريزونتاتيفيتي ديالنا اما بغاو نبقاو في قهوه ما نديرو والو. سي مصطفى سيرتو انت تبارك الله في مجال اللاعب خديتي القاب الاسم ديال سي مصطفى الحداوي لا نناقشه في مجال لاعب كره القدم ولكن في مجال التدريب ما قلتش انك مازال ما خديتيش حقك ربما او ونعطيك سؤال مقابل الا قلنا من دابا واحد 10 سنين واش كتشوف حظوظ كبيره لسي مصطفى الحداوي انه يدرب مثلا فرق كبيره ويمكن الهدف الكبير هو المنتخب. المشكل ديالي انا خديت واحد المسار اخر هو انه نكون مع اتصال جاني اتصال من الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين او الجامعه الدوليه للاعبين المحترفين باش يديروا اتحاد هنا اللي يمثل اللاعبين اللي ممارسين ممارسين بعقود احترافيه باش نكون انا مدافع عن الحقوق ديالهم انا نكون اللي نتكلم عليهم في الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ومشيت في هذا المسار نضالي حقوقي نقابي هذه الاشياء ومشيت بعيد في هذه الحوايج وليتي داير الخيط الابيض الخيط الابيض اتصالات الجامعه دخلنا دابا في غرفه ديال النزاعات وليت عندنا مكانه ديالنا ولكن من بعد التدريب من قبل كان واش هادشي خداك شويه شغلك على خدا لي لا انا عندي واحد النقطه اللي مهمه جدا وسما في طرومال ضرتني بزاف جرا فيدي في واحد لا راديو باسكو واحد الصحفي بحال جبد الاسم ديالي وانا نعطيه باش يزكي ويتاكد علاش انا نرجع لك من الاول انا كان ستاج ديال الفيفا دايرينه في معموره كاع المدربين الكبار ديالنا حنايا كانوا حاضرين الجامعه اللي اتصلت بهم وكنت انا وبو دربالة اللي ما تندربوش وهذاك المحاضره الفيفا ملي كان تيهضر تقدم لنا داك التداري داك الشيء اللي هذوك النصوص المسائل هذوك المسائل اللي هي مهمه جدا هذاك الدرس ديال دروس الفيفا انا كنت ندير تدخل وهذا وهذا هو ملي سال هذاك ملي سالينا داك الشيء ديك لا سومين كلها جا داك اللي كان محاضر جا حتى نعرفو كان يلعب فرنسا معروف سميه كبيره هو محاضر دابا في فيفا ولعب كان كبير جا عندي قال لي موسى راه المدير التقني ديالكم مسيو مورلو قلت له مالو قال لي راه قال لي علاش موسى ما يدخلش يخدم معانا في اداره تقنيه المغرب دابا هو قال انا هذاك اللي اجنبي اللي زعما في الفيفا قال لي موسى لي بريو ما فهمتش انا علاش ما خدامش مع الجامعه هضر معايا بغى يخدم معايا وهذا وديك الساعه كان روجي لو ميغ هو السيليكسيونور وكان جمال فتحي ادجوان ومورنو هذا المدير دارو مدير تقني وانا نمشي هي ديك اللي سنه ستاج جاني عندي مورنو هضر معايا قال لي مصطفى قال لي موس اش بغيت تبارلي قلت له وي هذا قال لي بغيتك تخدم معايا هذا قلت له ما عنديش مشكل قلت له نتلاقاو درنا رونديفو جيت تباركت معاهم مع جمال فتحي ومع لو ميغ وهوايا قال لي راه بغيناك تخدم معنا تشديني السيليكسيون قلت له عطوني الاولمبيك الى الاولمبيك شادينا حنايا هو مورلو لو مير وجمال فتحي عطوني لي جونيور جي بخي لي جونيور خدمت معاهم مزيان درنا فرقه مزيانه مع
بقيت غادي شويه جا عندي قال لي تاخذ الاولمبيك. انا جو ترافاي كان عندي بونو في الجنيور هذا البونو اليوسف اللي تحبس تطوان فرقه مزيانه بالرابع الصغير بزاف دلعب كانوا واحد جينيراس اللي دابا راه تيلعبوا في ليزيكيب بريمير. من بعد قال لي خذ الاولمبيك. نفس الشيء مع الاولمبيك مشينا لعبنا العاب الفرنكوفونيه في لبنان صابيا مارشي خصها تكلاسينا تروازيام رغم ان ما بديناش من الاول خسرنا مع الكوت ديفوار 2-1. كان عندي قرناص هذا اللي جا كان الدراري دابا اللي تيلعبوا حتى هما نفس الجينيراسيو. من بعد جاوا قالوا لي خذ في المنتخب المحلي وهذه النقطه اللي بغيت نهضر عليها مهمه جدا. درب منتخب محلي كان ميان غري كان هذوك اللي تيلعبوا امير رباطي كاع اللي تيلعبوا عندنا. مشينا لتونس درنا كان الصالحي ماركا وليد البيت درنا ان بارتو في تونس الماتش روتور 2-2 درنا 2 تقصينا ولكن ما تقصيناش علاش الحكام اللي لعب لنا ليبي لا فايد الماتش كانوا في واحد الفندق هنا في الدار البيضاء اتصل بيا واحد السمسار ماشي سمسار اتصل بالسيد اللي معايا قال لي مصطفى هذاك المدرب الليبي راه غادي نديو وهذا عضو جامعي حكم ليبي هزوا عضو جامعي اللي كان في الجامعه اللي مشات دابا الحين هزوا واش هذا عاطيه الفلوس هادي هزوا في الطونوبيل تتبرع فيه دينا جا يلا بدينا جا امير رباطي هذاك بغى يدرب لي تونسي دار هكا في لالين ديال هذا ويمشي يجري صفر بيلانتي. اذا سي مصطفى داك شنو نقولوا الاخبار ولا الاشاعات اللي كتروج على ان يعني الاطار الوطني او الناخب الوطني او يعني شنو نقولوا الكفاءه الوطنيه تحارب اذا حقيقيه؟ ماشي من كل شيء كاين بعض الاعضاء الجامعيين اللي هما ضد الانجاح وضد النجاح ويمكن ولاو تيغيروا لان بعض المدربين تيتقاضاو شهريات كثيره. تمام حنا كنغيروا غير من الناخب الوطني اللي كيتقاضى شهريات كثيره والاجنبي ماشي مشكل زعما هذا الشيء اللي بعض الاعضاء لان بعض الاعضاء كما قلت لك هذا الشيء اللي وقع هذا الشيء رسمي وعشتو انايا سا ما ديغوتي بان واحد لعب على الدرابو ديال البلاد منتخب غادي باش يدوز باش يمشي يلعب لوشان دايوغ خسرت ما خسرتش درنا تعادلات دو وملي مشى تونس كان في السودان لوشان تونس هي اللي دات هذاك لوشان ملي لعبوا معنا حنا لعبوا لوشان تسعود كلهم احترفوا ولا عشرات اللعابه مشاو تيلعبوا في الاوروب كلهم اللعابه ديال تونس كانت فرقه قويه ما خسرت. باش نقول لك انايا وانا سمعت واحد الصحفي بدا تيقول في راديو كارا تقصى مال المنتخب المغربي لوشان علاش نبقاو نهضروا اي واحد راه بن عبيشه داز راه واحد الداوي داز اي بوغ لو يدير انا راه ماشي دزت انا راه واحد اللي خلص الاربيط باش خسر هذا ما كايناش في لي زانال د فوتبول واحد ود بلادي خلص الاربيط باش يخسر المنتخب باش تاكد من هذه المعلومات بيان سيغ بيان سيغ متاكد منها 100% ولا بغى يدار تحقيق نتمنى ان شاء الله بان ذاك الحكم لا باقي حي ذاك ديال ليبيا مع شي وقت تما يجيبوه ويسولوه. حتى لعبات في نتائج المباريات ولا الماتشات اللي كيتباعوا وكيتشراوا كنسمعوها هذه دائما كنسمعوها انت في ولد الدومين اكدت لنا هذه المعلومه وقلنا واش هي فعلا ظاهره عابره وبسيطه يعني الاحصائيات قليله وما نقدروش نقولوا انها ظاهره كبيره ولا هي حاضره بصح في البطوله الوطنيه؟ لا ما كاين حتى شي حاجه كونكريت والو غير الهضره خاويه من تيقول لك راه هذا اتصل به وهذا يمكن تشوف راسو غادي يخسر ولا يمكن شي واحد يتصل به وما يكونش ود الدومين ود الفرقه ولا هذا باش يخلقوا البلباله ولا كاع اتصل به الجامعه راه تقول لهم جيب لنا داك الشيء كاين البوليس يتدخل كاين كل شيء ولكن في الاخر كاين اللي تيتراجع تيقول لك لا راه نصحاب راه قالوا لي ما كاينش شي حاجه دابا هذا البرنامج كاين صافي غير ما كاينش بغيتي تقول زعما ما كاينش تلاعبات لا تقدر تكون ولكن ما كاين حتى حاجه اللي لان ممسوسه ما كاين حتى حاجه اللي هذا ما بقاش نلقاو نهضروا في الاشاعات راه قال هذا يعني تتكون ادله ادله وانا نبغي هذاك ملي يوقع يودي لان تيوسخ السمعة مع الكره فعلا النتائج مدرب تيوجد وفرقه توجد الجمهور ديالو يوجد ويجي واحد يشري اللعاب اللي تيلعب في ديك الفرقه ويتقب كما تقول راه هو اللي تقب لي هذاك زعما خرج عليا عطي ديك تقبه في الفرقه توليش لاعب هذا كاين اللي هذاك اللاعب تيمشي يضرب على صاحبه تيقول له زرج لك راه يعطيونا بريم ولا يعيطوا له يقولوا له حقا العام الجاي راه بغاتك فرقه بريمير ديفيز راه هضرت مع المدرب بغا يديك اللاعب صافي تيبدا يهزرج ما يلعبش هو راه ان ديريكتوم وشراه تغير ليه بانه هذا ماشي ديريكتوم وعطاه الفلوس حتى هذه راه هي فيها تلاعب فعلا وهذا الشيء دابا هنا شري تلقنهم دابا وتنقول له شنو خينا شتي ريسكوا سي مصطفى دائما في اطار التلاعبات بغيت نسولك هذه المره على
يمكن اهم ديربي في المغرب هو الرجاء والوداد. انت كلاعب سابق فريق الرجاء بطبيعه الحال عندك درايه كبيره بهذه التلاعبات هذه اللي كانت بتاتخ. فالوداد والرجاء كنعرفوا ان الماتشات ديالهم يعني الحرب بعض المرات، فما كتكونش هذيك كما كنقولوا داك الهدنه اللي مثلا تقدر تكون ما بين المسيرين ديال جوج الفرق باش نديروا التعادل، حيت كنشوفوا التعادلات كثروا هاد الايام. جو كخوا با لانهم يقدروش يمشيو حتى لهذا الحد هذا. يمكن الحكام في بعض المرات تيسيروا الامور بسيوله ولكن ما يمشيوش حتى لذاك الحد بانهم يكون عندهم رغبه باش يخرجوا الفرق تعادل، ولا كذلك اللاعبين ديال الفريقين بجوج بانهم يدخلوا في هاد الاشياء، لان يولي تزوير يولي عندهم هاد الحوايج في العدد ديالهم يبداو يديرهم في المباريات. جو كخوا با كون اغيف في هاد الحوايج باش تخرج تعادل. يمكن بعض المرات المدرب تيكون خايف تيقول للعابه رجعوا للوراء ما تهجموش كثير، واللاعبين تيبقاو للوراء متخوفين الضغط كبير. بعض اللحظات تتكون الفرقه ضاغطه الاخرى هاجمه، تيبان لك الفريق بحال دارها بالعاني ولا خلى الانيسياتيف لادفيرسير ولا شي حاجه حيت ماركا الاخرين راه ماركا ورجعوا راه هما بداو يدافعوا. هذا جو كخوا با سي ميم في لاكولتور ديال هذاك سي ماشي مسرح ماشي سينما باسكو تي دون فغي. لاعب كره ديجا ودادي ولا رجاوي راه بحال مش مع الفار في التيران، مي ابري علاقه كبيره مادام ديما مجموعين. حنا تنعقلوا انا واحد المره لا في دا ماتش الوداد مع الرجاء وكان سميتو معايا هيرس الله يرحمه حسن كان يلعب في الوداد تيلعب هو مدافع وسط الميدان دفاعي، كان معايا لافي مشينا تفارقنا مشيت انا للفندق غنباتو باش غد نوجد الماتش مع الرجاء، هو تا هو مشى للفندق ديالو مع هذا. الغد ملي دخلنا غادي نلعبوا المباراه مهودين في هذاك الكولوار في مركب محمد الخامس غندخلوا، وانا تمي جيت تنسلم عليهم وهو راه عاد كان معايا دور رجو ما سلمش عليه وتيضرب في رجليه بحال هكا لابس الحديد كبير دايرها زعما لعب راه ما تعرف ما نعقلش عليك ما نعقلش عليا. وفعلا داك الشيء اللي دخلنا المباراه يلاه بدات جانا واحد الكره مشى ضرب زاويه مشى شي حد لعابه الدراجه ديالنا يضربها وانا كنت قائم الاول برمي بوت واقف بحال هكا هو الكره يلاه ضربت هو نزل عليا براسي ما نشاء الله يلا بدات المور دابا ضربني باش زعما يبين بان راه انا ناخذ لي زعما الصراع بيني وبينك راه ربحتو بهذا الدب ديالك. دوز لك ميساج دوز لي ميساج وانا درت صحاب انا اللي شفتو درت بحال كان صحابو واش اعتر ولا شي حاجه ما تيقتيش كنت تقول اول قلت له صاحبي شي عسى قال لي لا بغيت تغول تلعب لا بغيت تلعب داكشي ديال الدريات ما عندي ما ندير به او الدريات وقفنا والله العظيم نت بحال هكا ولا الصراع صدقت انايا رجعنا في الماتش هذا وما نهضروش على النتيجه داك الشيء ولكن لا كناش كنا دازنا ربحنا حنايا كنا ربحنا هما حنايا يعني اللاعب فاش كتبغي بعض المرات تسير ولا توجه يمكن داك الساعات كتخرج عليه انا بحال هذوك الحوايج لان فول بروفوكي تعرفوا تيضرب خاصك تمشي تبغي تدريب ليه كما الاستاذ قبيله قال لك راك تراوغ مزيان كان عندي واحد المراوغه بين قوسين باش نفسروا للمشاهدين المخرج ديالنا كان من المعجبين ديال السي الحداوي وعقل لك بالضبط على واحد المراوغه في شي مقابله مع نصر معروفه جدا لا مع كانت عندي هذاك في اللعبه ديالي تندير بحال غنضرب كره تندوز على رجلي هذا كانت عندك واحد المراوغه معروفه اللاعب اللي القدام تيطير كما تنقولوا تيوريني النمره ديال الظهر النمره اللي لابس النمره ديال الاكل بحال تنضرب تنديلها تينوض تيطير تيوريني النمره ديال الظهر ديالي. ما كانت عندك السرعه معروف عليك خفيف شنو اللقب ديالك؟ موس موس لافود لا هذيك في لافود اي بارلي دي فخاب ديال دوبار ديال الفخاب شي اسمو لنا في فرنسا كتبوها وداك الشيء العدد الاهداف اللي كنت نسجل من بعد وداك الشيء. وكما قلت سي هاد الشيء اللي قال لي عشناه واللي درناه انا كنت هاد لا فودر والضرب ولا بريسيزيون كل شيء كنت ديك الساعه تلعب في الصغار ديال فريق الرجاء في ماشي الصغار في المدرسه كنا تنمشيو نديرو راماسور دوبال في استاد محمد الخامس مركب كان تيلعب منتخب مغربي وتنجي تنبقى نتفرج نشوف احمد فارس
اللي لعب كبير ورفض يمشي ريال مدريد على ليبوك باش يبقى مع شباب المحمديه، كان عميد الفريق، تيحط كرة تلقى نشوف رجلي كيفاش يضرب الكرة، تتمشي بحال انفيزي، مي تمشي للدرب عندنا الدرب ضيق، كتعاود تنشد ديك الكرة شاريها تنشريها ب 4 دريال ولا 10 دريال ديال البلاستيك وتمشي تبقى نضربها هكا كما تيضرب كتدرب على داك هذيك الضربة اللي تيضربها غير أنا والحيط. وملي بديت غادي فعلا فين ما تنبغي نضربها تنجيبها، وسقلت هذاك المسائل عاد ملي تنساليت المدرب التدريب ديالي تنبقى مأخر ما تمشيش تنبقى نضرب كوفرات نضرب شي نص ساعه ولا ساعه الا ربع. كاين لعاب اخرين سون بريسيبيتي سالي غادي مجرب سالي خاصو دغيا يمشي يريح في الدار يمشي يريح قهوه مع صحابه سي با كوم سا. مصطفى الجلسه معك ممتعه، والله الا استمتعت بزاف هاد واخا نقدروا نتلو المكان نمشيو شي بلاصه. بليزير تفضلي ما كاينش مشكل هاك بليزير. نمشيو هضرنا على المسار ديالك المهني العملي، ما كرهتش نهضروا معك على الجانب الشخصي، اكيد هو ما كاين يعني كما كنقولوا شي حاجه ما كتنفصلش على الحياه العامه ديال الشخص. ف انا عارفه ان عندك واحد يعني مسار شخصي سورتو اللقاء الاول مع الزوجه ديالك، تعاودنا كيفاش كان اللقاء؟ تزوجتي صغير شتي اللي قالوا لي اكد لي المعلومه عندك صحيحه بحثتي مزيان. سي فري مدام ديالي تلاقيت معها فلي قبل ما يبداو الالعاب البحر المتوسط في المحمديه في الاوتيل سمير، لان كانت هي طايله عندها 17 عام، وكانوا صوبوا لها واحد الوثيقه باش يمكن لها تكون حكامه في بلونش افوال في لي جو ميديتراني، لان كانت تتمارس هذه الرياضه هذه في اليوت كلوب المحمديه، ولكن هي بنت الدار البيضاء. وكنت تلاقينا تما وتكلمت معها، من بعد جات لعندي الدار البيضاء لان قبل ما يبداو لي جو ميديترانيا وسالوا لي جو عاد، لان كانت واحد الصديقه ديالها ساكنه في الدرب حدا الدرب ديالي، جات هي ويا كان عندها واحد الموتور 102 بيجو 102 اي سون فوني تما سولت لان ما كان لها هاتف نقال. جات سولت عليا لان وريتها فين ساكن في هذا سميتو، ولكن ديك الساعه شهر بديت تنتشهر وهذا وهي ما عارفانيش بعدا شكون هو انايا، ما عليناش عاد. ما عاد قالت لها هذيك الصديقه ديالها ساكنه وجابتها لها تما ما لقاتنيش، الا ليسي واحد امتيمو كون كون تلاقاو في حدا السينما اللانكس، هي هذيك فاش التحقت بها انا تما نبغي ان كافي وهضرنا بدات واحد المده ديال الصداقه وديال المحبه وديال المعرفه والخروج اونسومبل وهذا. وحتى كان في من سبتمبر 83 وتزوجنا 24 افريل 84 ماشي بزاف يعني دغيا. وهي انت كنتي صغيره حتى هي كانت مازال صغيره؟ كانت صغيره وذكيه والمعجبات حنا عارفين ان خصوصا يعني في ذاك الفتره ديال الثمانينات كانوا خصوصا يعني اللاعبين كره القدم عندهم بزاف ديال المعجبات، ف كانوا عندك معجبات كثر؟ كانوا كثار، كانوا تيجيو للدار، كانت الوالده تستقبلهم الله يرحمها، كانت ظريفه الوالده الله ظريفه بزاف مسمن اتاي وتستقبلهم بزاف. الوالد حتى هو كان الله يرحمه با علي، لان الوالد الجينيراسيون ديال العربي بامبارك عاشوا في ذاك الوقت، ود البلاد كان داير وشامات هنا والقلب والطانقات وداك الشيء، ود فري ود البلاد ولاد حدو زعما الاكتواليتي ما كاينش ود الوقت، واخا كان ود الوقت القرايه يعني معجبات يدخلوا مع الاخوان ديالي كانوا تيديروا المسرح، الاخوان ديالي تيديروا الموسيقى تيضربوا العود، الدار كلها فنانه رياضيه، اشياء اللي خلاتنا نبقاو عايشين في هذاك الوقت في هذيك الحياه اللي سعيده رغم ان التواضع ديال العائله ديالنا، لان ستي ديفيسيل وهذاك الشيء. الوالد كان مسكين ما تيخدمش لان كان وقع لي واحد المشكل باش ما يمشيش الحرب وداك الشيء ديال الاندوشين، بزاف ديال الحوايج اللي عرفناها في التاريخ ديالنا. الوالده مسكينه لا يدي مال حتى هي، البيع والشراء في قيصريه. ما كنتيش كتبغي تعاونها ولا كنتي انت صبيه صغيره؟ لا كانت تدير داك الشيء باش نكملوا الدراسه ديالنا وهذا، وانا كنت نمشي نخدم مع الاخوان ديالي
تنخدم معاهم تنبيع ونشري انا في شي حوايج في قصاريه هذا بوغ لا لارجون دو بوش باش تخلص المدرسه دخلت المدرسه والكتوبه والمسائل بور نتعاونوا على هاد الحوايج هادو. الحمد لله واحد الحياه كانت سعيده وما نساوش هذاك الشيء اللي دارت الوالده اشياء اللي كثيره اللي خلاني انا بان ناخذ زمام الامور من الصغر ديالي لاج دو 17 خديتي المسؤوليه وتحملتي مسؤوليه الدار. انا هو الصغير في خوتي لان انا زيد في 61 اللي قبل مني زيد في 59 عاد ارى الاخرين مي لاج دو 17 جي بري اون شارج ما فامي كلها خلي هذوك اللي كبر مني يجيو يشدو مي لي زوت سي موا كي لي بري اون شارج مع خواتاتي مع الدار. انا كان معي واحد الاخ اللي صغر من الكبير هو اللي كان هازنا وداك الشيء مع الزوجه ديالو اللي كنا في درب الشرفه كارين تما جوج بيوت وهذا خرج هوايا ملي شافني تنجيب هذاك الشيء تنجيب انا اللي خديتها نشريها ماكله نشري الدقيق الزيت هذا اي حاجه جي كومونسي ا بروندغ مي ريسبونسابيلتي راه انا من وانا يلا جيت كنا تركبوا في الطوبيس النيميرو 20 باش نمشيو نترينيو في تيار الراجا يلا هوت وجيت دخلت لقيت الوالده لقيت جيت راس الدرب لقيت واحد الدري قال لي قال لي راه الوالده ديالك خرجت تجري في الزنقه تتخوت بحال هبيله وداك الشيء سما شوكي جامي راكونتي سا كيلكان اول مره تنقولها لك. ملي وقع هذاك المشكل مشيت انا للدار لقيت الوالد الله يرحمه قلت له شنو وقع قال لي الوالده راه خوك جا جمع حوايجو قال لي مصطفى دابا هزكم وخرج الى ايون شوك حيت انا باقي يلا تنقرا ولي سيمون عبد الله زعما قال صافي مشينا للضيع لان داك الاخ ديالي كان خدام ولي هازنا وقال لها صافي مصطفى انا بغيت نعيش مع مراتي وهذا وليداتي وهذه سيتي سون شوا لان شحال هو معانا وحنا تن الا يسو الشوكلا ومشات للدواء 36 سبيطار ومشيت انا ما تحملتش هذاك الشوك قالت غادي ما يمكنش واش وقع عليها الشوك هذا ما تعقدش فيك يمكن مصطفى قلت مصطفى مازال صغير هي خافت على خواتاتي صغار مني خافت على هذه قالت زعما هذا وخرجت وعاود هي مربيه لي بنياته لان مراته هي خالت صفام بان عائله زعما سيتي تو دار ليها كانت هي تمشي تعاون تتبيع في القصاريات تبيع هذا باش زعما بوغ تعاونوا علينا وداك الشيء وهذه هو عنده عائلته. من بعد انا مشيت طلبت واحد الدري وصلني بالموتور ومشيت للعشرين غشت للسبيطار في 36 ودخلت نشوف هذوك الناس مساكن اللي عندهم هذا المشكل وهذا وكل واحد يغوت واحد هذا اللي ما بحسنش دي جون دي فام دي فيو هذا وانا الوالده ديالي تنقلب ما لقيتهاش قلبت بلي واحد البلاصه فيها التراب حاضر راسها شاد واحد العود تتخطط ولا ما تشدي انا جيت من اللور عنقتها بستو في الراس ديالها وهذا تنقول لها فودنا تضحك معاها تنقول لها شو الناس هادو راه ما لقاوش مساكن اللي يجي عندهم انت راه عندك هنايا عندك هذا وهذا وانا حيت الوالدي ما دي علاش قلت له وانت تيا الواحد مشى صافي ديزاني معانا بغى يعيش مع مراته ووليداته يكبرهم مي بدا تتغوت قلت لها شوف انا نديك اللي بغيتي انا دابا انا باقي صغير انا غندير لك داك الشيء اللي غتوصلي لي انا غنديرو لك غير شوف انا غدا نجي نديك خذي هذا ارتاحي راك انت ماشي من هاد الناس هادو راه ما لقاوش مساكن اللي يعاونهم سينو كانوا ما يبقاوش بحالك هكا بدا تتخوت ها ولدي اللي غيشري لي الدار ها اللي غيسكنني هذا هو اللي يفرحني هذا هو حياتي وبدا تتخوت وانت تبكي تعنق فيا وداك الشيء الدموع انا لان سي موفمون هذاك قلت لك هاد الساعه عندي 17 عام ميم با ولا شي حاجه صافي الغد وانا نجي وانا نديها مسكينه ملي ديتها للدار وهذا وبقات تاخذ الفانيد الناس واعر هذاك الشيء وابري ربي سهل الامور. وانت فاش كنتي كتوعدها سي مصطفى سمح لي انا غادي ندخل في شي حوايج فاش كنتي كتوعدها واش كنتي كتوعدها وانت مامن بصح انك تقدر تحقق لها داك الثقه ولا تعطيها داك الامان المادي ولا كنتي كتوعدها فقط غير باش هضره خرجات وصافي؟ لا كنت وعدتها وما جو صافي كو الايمان قوي عندي و تنشوف بان سكو جي تراسي دو مافي غادي نوصل لي جافي تو في بوغ ياريفي لا في الكره لا الدراسه كنت متميز فيها من بعد قلت نفارغ الكرة القدم وما بغيت ندير نتيجه جي في دي ساكريفيس ما تنشهر ما كنت نسهر ما تنكمي ما تنشرب ما هذا تنزيد تدريب سيبليمونتير راسي نجري هذا
واغيبي باش تكون رغم ان عندي تقنيات وربي عطاني شي حاجه الا ما باش دير الفرق خاص تكون مستعد رزقتي تتبحث عليه انت تمشي تقلب عليه وما تيجيكش تجيري. وفعلا هذاك الاشياء يمكن هذاك الشيء اللي وقع لي في الحياه ديال الوالده ديالي زاد قواني وزاد عطى بان كاينه دائما واحد الامل في الدنيا اوني ماشي ما اوني تيغيان راه ما اون افي غيان دي تو ولكن با اوني تيغيان اوني تي دي جون اللي ربي يدير لهم واحد المسار ديالهم واللي اجتهدوا بغاو يوصلوا راه غيمشيو لي. فعلا داك الشيء اللي وقع في هذيك الحياه الوالده هذا ولات بدارها وبالمسائل ديالها وحجات بحال الناس ووصلات وهذا الشيء الارزاق ديالها. والوالد مسكين كما قلت لك توفى من بعد كاس العالم 94. الوالده ديالي كان جاها السرطان ماتت تقريبا هذه 4 سنوات. من بعد ربما الدعم الاسري ديال الاسره الصغيره جات مدام امل اللي هي كملت معك المشوار. تبارك الله عندك 4 الوليدات. كانت قاصو الحمد لله تبارك الله. ما كايناش بنيتها بنيه ولدها نسيم ولدي سميتها ايه عندها دابا 7 اشهر وليتي جد دابا سي مصطفى قدو قدو بابي موس دابا تيقول لي عندي واحد الصوره انا زوينه بزاف هذاك هذيك في سانت اتيان نسيم في سانت اتيان مع الزوجه ديالي نسيم تزاد في المغرب تزاد في المغرب في لابيريود اللي تتكون عندنا فيها العطله ديال ديسمبر اللي لا تريف ايفيرنال تتحبس الكره تيكون الشتاء والبرد الوغ جات هي وولدت هنايا في لو 13 12 87. هذه واحد التصويره ديال نسيم ياك هذيك في 90 فاش مشيت نلعب في نيس اللي تي توجور لا ميم ملي مع ليكيب ناسيونال ملي بدا شويه تيكبر. سي مصطفى وصلنا لاخر فقره في البرنامج باش نقربك منها هي واحد الفقره قاره بمعنى الاسئله اللي كنطرحوها على الضيوف على الضيوف كاملين. مستعد؟ مستعد. هي اسئله هكا سريعه. اوكي. واخا اول سؤال سي مصطفى قول لي شنو هي الجمله اللي فاش كتقلق كتعسمك؟ شنو نقول لك؟ هي ما عندي ما ندير. عندي ما ندير. هي ما عندي. أنت ما كتآمنش ب ما عندي آمنش بهذي ما عندي ما ندير. والعكس شنو هي أكثر جملة تقالت لك من المعجبين من الصحافة من الناس المسؤولين وما عمرك كتنساها؟ بزاف ديال الناس تيقول لي انت راجل. انت راجل. بزاف تيقول لي انت راجل. جو سي با شنو تيسيبليو بها. اش كيقصدوا بالضبط ولكن. كيقصدوا بالضبط ولكن الحجم ديالها كبير بزاف لان يمكن على داك الشيء تنقوم به في العمل الجمعوي ولا سميتها الشخصيه ديالي. لان كما قلت دائما كنت ميليتون كنت واحد اللي بغى شي حاجه اللي بغيت شي حاجه نوصل ليها ما تنبغيش التعدو ماشي عليا انا حتى لا شفت شي حد خارج النطاق هذا ما تنقدرش نبقى صابر. هاد الجراه ديالك وبعض المرات الصراحه ديالك اللي بعض الناس كيعتبروها بعض المرات زايده على اللزوم ما خلقاتلكش بعض العداءات؟ بزاف كثير كثير بعض العداءات كثير وكاين شي ناس اللي تتهضر غير في لا جالوزي غراتويت بالنسبه لي انا تنسميهم كساله ودائما تنكررها لان اعداء ديال النجاح والانجاح والمساعده والابداع ما يقدروش عليه تيديروا سي كو بارلي كما تنقولوا حنايا اصحاب لونغوا كما نقولوا حنايا اللغه ديال الكويريه وليدو في يدير برنامج وليو يزيد القدام وليو يساهم وليو يساعد وهذا سي دي تخيك ماله هو ديما هنا كيفاش عطاو غير هو. انا تنتفكر برنامج كان يدوز في واحد القناه واحد البنت بحالك اللي تايدير واحد البرنامج قيم جدا تدير له تور للعالم ومشات للارجنتين مشات للتيران ديال بوكا جونيور بوكا جونيور الفرقه راه شناهي في بوكا جونيور ودخلت ومشات للملعب ديالهم ودخلت الاداره عند الرئيس فريق كيهضر وهذا معاه ومن بعد مشات عند المدرب ديالهم اللي هو سميتو كارلوس بيانكي مدرب كبير في التاريخ مي قالت له واش تعرف المغرب؟ قال لها وي بيان سور راك جيت فاكس ولكن تنعرف واحد بغيتك دوزي ليا تحيه مصطفى الحداوي لعب عندي
وهذا راه كان لعاب كبير وبدا يهضر عليا. الانسان تيخدم ويزيد القدام من الاعداء ديال النجاح قلال. واخا نرجعوا للكره، الجامعة عندها برنامج سطرت واحد الحوايج باش هادشي الفلوس اللي خرجوا هاد البرامج باش تصب لواحد الحاجه، هو ان منتخب منتقل من 17 عام يتأهل كاس افريقيا، منتخب الاولمبي مشي لكاس الالعاب الاولمبيه في البرازيل، هو بجوج هادو طارو، لوتشان مشينا ليه جبنا دوره ورجعنا ما لعبنا لا كره لا والو، فقسونا وتفقسنا، واللعابه اللي مساكن بليسي ما خصهمش يلعبوا. مشى هذا كانت فيها العاطفه ديك اللائحه اللي دار غلط فيها، لان هذوك لعبوا مع الاقصائيات سا سفي با، كون ديريكت دي لي جوار كي سون اون واجدين لي واجدين ودي كون دار نتيجه، ما يقولش لنا هذاك اللاعب اللي لعبت المنتخب المحلي، ماشي هو الصوره ديال اللاعب المحلي، ماشي هو ديال البطوله ديالنا. البطوله ديالنا لا باس بها، غاده مزيانه، الاحتراف غادي، المدرب تيجي هذا هو المستوى ديال لا هو بالنسبه ليه هو هذاك هو المستوى ديال ديك الفرقه اللي ندى عرجه دا طوموبيله فيها ثلاثه الروايد ما يمكنش تزيد بها. سي مصطفى واش شي مره في مسيرتك المهنيه ولا الشخصيه تعرضتي لضغوطات كثيره حتى فكرتي تلتجئ لشي طبيب نفساني؟ لا ما كانش هذا الشيء، ولكن في الفرق اللي كنا لعبنا كانوا تيجي من دي سوفرولوج. فرق لعبنا في اورو هذا ملي تكون ازمه النتائج وهذا هما الفريق ديالك تيطلب منا باش نمشيو نشوف هذه باش يكون واحد وكل واحد تيمشي بوحده. وكانوا في الصح كيقدموا لكم الدعم النفسي ولا كي يمكن بعض الاشياء نتيجة يمكن بيان تكون بعض الاشياء اللي مهمه جدا ما يمكنش تشد بوحوت وهاد الدراسات وهذا الشيء ما يكونش فيها النفع. سي مصطفى بغيتك تعاود لي في هذه المسيره الطويله ديالك على شي ذكرى ما عمرك تنساها. موقف صورة عرفت وانا اللي غادي تبقى لي هي في الذاكرة ديالي مهمة جدا سي باين هذيك درت باش تضحك ولا هذا هو الاستقبال الكبير اللي دانا الراحل حسن الثاني في ملعب محمد الخامس في ملعب الشرفي، ديك الدورة الشرفية اللي درناها في هذيك الحافلة اللي تصوبت خصيصا للمنتخب ديالنا، وكان راكب معنا في نفس الحافله الرحيل حسن الثاني اللي فرح بينا كثير، وكانوا ابطال بحال نوال بحال عويطه قد تاريخيه. سي مصطفى عندي لك واحد الطلب، بغيت نتقاسمه مع الجمهور. قبيله في الكواليس عاودتي لنا واحد الحدث كان وقع في المونديال ديال 98، صدفت انك ذاك الساعه ما كنتيش لاعب وانما كنتي مراسل ولا معلق؟ معلق لاحدى القنوات الاجنبيه، وفي الماتش الاخير الناس اللي كيتذكروا بطبيعه الحال المغرب كان لعب مع اسكتلندا وكان رابح، وفي اللقاء الاخر البرازيل مع النرويج فقلتي عاود لنا قربنا من فعلا فعلا كنت كم محلل مع قناه فرنسيه مشهوره جدا، ودرت معهم جميع المقابلات ديال المونديال 98 ومن ضمنهم مباراه ديال المغرب مع اسكتلندا، وفي نفس مباشره وفي ملعب ديال سان تيتيان جوفروا غيشار اللي لعبت فيه ودوزت فيه كتعرفو مزيان انت نعرفو مزيان وملي جيت داك الحافه اللي داروا عليا تما بعدا قبل تنشوفوا الاخر لحظات ديال المباراه من بعد النرويج سجلات والمغرب رابح 3-0، وتنشوف دوك اللعابه ديالنا النص اللي فرحان الاخرين هذا، وانا كنت مع الصحفي اللي كان معايا تنهضروا على المقابله والاجواء ديالها وشنو واقع في الملعب الاخر، ودابا وديك اللحظات اللي ديال الفرح ديال الحزن وتغيير سيناريو اللي كان اليم جدا بالنسبه لنا. انا جاني البكاء والنهج وداك الشيء، وحيت الكاسك ديالي وهوت من مشيت خرجت ما كملتش مشيت لبرا وهذا تنبكي ما لان بقى فيا دوك اللعابه اللي داروا ديك مباراه كبيره كانوا يستاهلوا يمروا للدور الثاني. وكذلك هذاك المدي هذاك الصحفي بقى تيقول لهم راه خصنا موس راه بكى لان شاف المباراه الاخرى شنو وقع وهذا، تنسمحوا لينا لان خلى البلاطو وزاد وهذا وهذا، مي جو بوفي با فيغ اوتخو مو سيتي ان ايماج لي سيناريو من الفرح للحزن كبير.
وخاسي مصطفى شكرا بزاف على هذا النهار اللي دوزنا معاك، شكرا انك حليتي لنا باب دارك، وكنتمناو ان شاء الله هاد الذكريات الزوينه اللي استرجعت معاك نعيشها، حيت مع الاسف حنا هذا الشيء ديال 86 وهذا ما عشناش مع الاسف، وما كرهناش ان شاء الله المنتخب الوطني، نفرحوا معاه بجيل جديد بعطاء جديد وبالقاب جديده. شكرا ان شاء الله، ونتمناو هذاك الشيء في المستقبل القريب ان شاء الله. عندنا ملاعبه كبار تيلعبوا خارج الوطن، عندنا لعابه في البطوله ديالنا، وعندنا شباب اللي غادي يجيو في المستقبل، وهذا الشيء تنتمناو دائما الرايه ديال البلاد ديالنا تترفرف في جميع الاحفال الدوليه. شكرا سي مصطفى. لا راه هذيك الطابله كل ديالي وجيب كرسي مخير ملي نروح. على هذه وليتي تصور